بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر وتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. قال: المروط أكيسة معلمة تكون من خز وتكون من صوف، متلفعات ملتحفات، والغلس اختلط ضياء الصبح بظلمة الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان ومن سار على نهجهم فاهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا هو الحديث الثاني من باب المواقيت من كتاب الصلاة. وقبله نستكمل ما بعض كمال كلام في الحديث الأول، وهو حديث أبي عمرو الشيباني قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. هذا كما قلنا هو أول حديث في كتاب الصلاة، وتكلم عن الصلاة من حيث معناها في اللغة وفي الاصطلاح، وتكلم عن الصلاة أيضا من حيث أهميتها وعظمها ومنزلتها من الدين، وأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأن من ضيعها فهو لما سواها أضيع. ومع الأسف وكما أشرنا أن بعض المسلمين إن لم يكن كثير المسلمين يتهاونون فيها، قد لا يضيعونها التضييع الكامل، لكن يتهاونون فيها جدا. وإذا أردت أن تعرف تهاونهم فيها فقارن بين المسلم في منزلة الصلاة عنده وفي كيفية أداء صلاة عنده مع حاله يوم في الحج. في الحج وفي العمرة تجد عنده اهتماما كبيرا، يسأل
عن الصغيرة والكبيرة، ويسأل عن حتى عن البعوضة وعن قطرة دم إلى آخره، بينما لا يفعل مثل ذلك في الصلاة. بدل لو كان عنده علم وعنده فقه لعلم أن الصلاة أعظم من الحج، وأعظم من الصيام، وأعظم من الزكاة، وأعظم من فرائض الإسلام كلها بعد الشهادتين. ولهذا بقدر حظك من الصلاة يكون حظك من الإسلام. ولهذا تفقد نفسك في الصلاة، سواء من حيث المحافظة عليها في أوقاتها، تصلي كل صلاة في وقتها مع جماعة المسلمين، وحينما تؤديها تجتهد في أن تؤديها على كمالها، مستوفيا أركانها وشروطها وواجباتها وسننها، ومبتعدا عن ممنوعاتها ومنهياتها ومكروهاتها، وقبل ذلك تكون مستوفيا الطهارة متطهرا. وأيضا لو كنت عندك مزيد عناية ومزيد فقه، فإنك تذهب إلى المسجد بسكينة ووقار وهدوء، وتذهب مبكرا وتجيب النداء وتسارع وتسابق إلى الصف الأول. هذا من أظهر مظاهر العناية بالصلاة. والتقصير في هذا دليل على التقصير في الصلاة، ودليل على أيضا منزلة الصلاة عندك. فيا إخواني، الصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولهذا الإمام أحمد يقول: من ضيعها فهو لما سواها أضيع. وفي الحديث: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة. ولهذا قال: من ضيعها فهو لما سواها أضيع، لأنه ما بقي شيء. فالصلاة يا إخواني منزلته عظيمة، بل تتوقف عليها جميع الفرائض وجميع الطاعات. إذا ردت رد سائر العمل، وذكرنا هذا في الجلسة الماضية في خصائص الصلاة ومزاياها. ولهذا يعني أوصي نفسي وأوصيكم بالعناية بالصلاة، وأولا بأنفسكم وبأهليكم، أزواجكم وأخواتكم وبناتكم وأولادكم. ولهذا هي الفريضة الوحيدة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة سبع واضربوهم عليها العشر. ما قال صوموهم ولا حججوهم ولا أدوا زكاتهم، أمرهم فليؤدوا زكاتهم، إنما قال: مروهم بالصلاة سبع. فقوا أنفسكم وأهلكم نارا. وأعظم ما ينبغي أن تهتمون به الصلاة. فإذا أعانكم الله عز وجل وكان اهتمامكم بالصلاة، فإنه سيكون اهتمامكم بسائر أحكام الإسلام سهلا. أما إذا فرطتم في الصلاة فإن بقية الفرائض تكون، نسأل السلامة، يعني إما مضيعة وإما في طريقها للضياع. وهذا كله تكلمنا عنه في الجلسة الماضية. ثم قال رحمه الله: باب المواقيت. بمعنى أنه بدأ في إحكام الصلاة بدأ بالمواقيت، ولا شك أنه يعني كما مر الطهارة أولا وهي شرط، وسبقت وهي تسبق الصلاة، وإن كانت مستمرة معها لابد يكون الإنسان متطهرا، لكن يتطهر قبل. ولهذا قالوا من شروطها الطهارة. أيضا من شروطها دخول الوقت. وهنا الشيخ تكلم عن المواقيت. ولهذا قال: باب المواقيت. المواقيت جمع وقت. المواقيت جمع وقت. الوقت طبعا مأخوذ من التوقيت، وهو التحديد بالزمن، التحديد بالزمن. ولهذا الوقت في الاصطلاح عندهم هو مقدار من الزمن محدود لأمر ما،
مقدار من الزمن محدود لشيء أو لأمر ما. فإذا حددت شيئا لغرض ما أو لأمر ما فهذا ميقات أو هذا وقت. فمثلا وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وسوف يأتي الكلام في التفصيل في الوقت إن شاء الله. وهكذا في الصيام وقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهذا وقت. إذن الوقت هو تحديد فترة من الزمن لأمر ما. والكلام هنا هو عن مواقيت الصلاة، وقت الصلاة، وقت الظهر، وقت العصر، وقت المغرب، والعشاء، والفجر. ثم يعني أشرنا كذلك إلى في حينما قال أبو عمرو الشيباني قال حدثني صاحب هذه الدار، وقلنا أن الاسم إشارة، إذا يغني إذا كان مميزا يغني عن الاسم. فحينما تقول زوجتك بنتي هذه ما يحتاج تقول فاطمة مثلا، خاصة إذا كان عند بنات عنده أكثر من بنت، عنده 4 أو 5، وقال للخاطب زوجتك بنتي هذه وأشار إليه وإن لم يسميها، فإن ما دام الإشارة تدل عليها وتميزها عن غيرها فإن هذا كافي، لا يحتاج يقول زوجتك بنتي فاطمة مثلا. وكذلك لو قال بعتك هذه السيارة، وعنده أكثر من سيارة، عنده سيارة مثلا حافلة، عنده سيارة صالون، عنده سيارة صغيرة، عنده سيارة إلى آخره، أو عنده حمراء وزرقاء وصفراء، وقال زوجت بعتك هذه، فالإشارة تكفي. وإن لم يقل سيارة الخضراء أو الصفراء أو سيارتك أو بعتك الحافلة، فقولوا هذه إذا كانت دالة على التمييز وعلى عدم الالتباس بغيرها فإن هذا كافي. ولهذا قال هو سألت صاحب هذه الدار، يعني ابن مسعود رضي الله عنه. وحدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وتكلم عن عبد الله بن مسعود وأنه من خيار الصحابة ومن السابقين للإسلام، وأنه سابع رجل دخل في الإسلام. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كنيف ملئ علما، وكان دقيق السقين، هو هذلي رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود الهذلي كان دقيق السقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة السقين؟ لا، هما أثقل شيء في الميزان. وأيضا قال أثنى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال بدين أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله. ولا شك أن هذا أيضا من 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 حرص الصحابة، من حرصهم على معرفة الدين وعلى الأحكام، وخاصة مسعود رضي الله عنه كان من كبار فقهاء الصحابة. عبد الله بن مسعود كان من كبار فقهاء الصحابة، وله فقه عظيم، وله تلاميذ. قال فقلت سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، هذا هو الشاهد. الصلاة يعني فأحب الأعمال، طبعا هو سأله عن الأعمال البدنية، لم يسأله عن الأعمال القلبية، الجواب هنا كله عن أعمال بدنية. أما الأعمال القلبية فعظيمة، الإيمان هذا أعظم شيء، الإيمان ما يتعلق بأعمال القلوب من الخوف والرجاء والمحبة والخوف والخشية، هذه من أعظم الأعمال القلبية، وهذه لا تكاد توزن بوزن، بل هذه هي التي يتفاوت فيها المؤمنون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في أبي بكر ما سبقكم بصلاة ولا بصيام ولكن بما وقر في قلبه. فالسؤال هنا ليس عن الأعمال القلبية، عن الأعمال الظاهرة، أعمال البدنية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أجابه لأنه يعلم أنه يسأل عن الأعمال البدنية، فقال الصلاة على وقتها. وأيضا قلنا في الجلسة الماضية هي 3 أمور، قال الصلاة ثم مرور الليل ثم الجهاد،
قلنا أولا أنه جاءت حديث كثيرة في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن تفاضل الأعمال، وأجاب بإجابات متعددة، مرة قال بر الوالدين، ومرة قال الحج، ومرة قال إلى آخره. قال العلماء إنه أجاب إما على حسب حال السائل أو على حسب الظرف والحال المسؤول عنها. فمثلا لو كان السائل غنيا قد يقدم له الصدقة والزكاة، وإن كان ذا بأس وقوة فيقول له الجهاد. إذا كان مثلا رجل عليه من المعالم الزهد والتعبد فقد يقول له ذكر الله، وهكذا. هنا قال الصلاة على وقتها، وأيضا بل حتى قال العلماء في الأشياء الثلاثة هذه، الصلاة وبر الوالدين والجهاد، قالوا إنها تشير إلى سائر الأعمال. فالصلاة حق الله، وبر الوالدين حق المخلوق، والجهاد حق الإسلام. فإذا هذه تشير إلى الحقوق الثلاثة. فالصلاة لا شك أنها هي كما قلنا هي أهم الفرائض بعد الصلاتين، وما بعدها تبع لها. وبر الوالدين هو أول الحقوق، أول حقوق المخلوقين، وما بعده تبع له. والجهاد هو ذروة سنام الإسلام، وما بعده تبع له. فقال الصلاة على وقتها، فأحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، بمعنى أن الإنسان يؤدي الصلاة في وقتها. طبعا على وقتها هنا ليس فيه إشارة إلى أول وقتها، وإن كان جاء في بعض الروايات الصلاة على أول وقتها أو في أول وقتها، لكن هذه الرواية قال على وقتها، بمعنى أن يؤديها في وقتها. وغالبا أوقات الصلاة واسعة، واسعة وقت الصلاة واسع، الظهر يمكن يأخذ ساعة ساعتين من الزوال إلى أن يصير ظهره شيء مثله، العصر إلى غروب الشمس، المغرب هو اللي قريب من أقصرها، العشاء إلى طلوع الفجر، لكنه إلى نصف الليل. بعد نصف الليل يقول العلماء إنه هذا وقت ضرورة، وسوف نأتي إن شاء الله على الأوقات بيانها إن شاء الله وحدودها والضرورة منها ووقت المستحب إلى آخره، وتحدي أول وقت ووسطه وآخره سيأتي هذا، والفجر كذلك. لكن المقصود هنا أنه قال الصلاة على وقتها، والوقت كما قلنا متسع، فإذا أدها في وقتها في أي جزء من وقتها فهي أداء، وسوف يأتي الكلام على هذا مفصلا إن شاء الله. قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. لا شك يا إخواني أن بر الوالدين من أعظم الحقوق، من أعظم الحقوق عند المسلم بر الوالدين. والتعبير بر الوالدين، البر يا إخواني في 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 الدين عندنا كلمة عظيمة، وكلمة يعني تحتها معاني كبيرة جدا. والبر، ولهذا من أسماء الله البر، من أسماء الله البر، وهي من البر، والبر السعة، ولهذا البر أيضا البرية سمة اللي سعتها. فمصطلح البر عندنا واسع جدا. مثلا الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أوسع منها قول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، انظر سعة البر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك لن صدقوا. كل هذه تحت معنى البر. فالبر كلمة عظيمة وواسعة، ويدخل تحتها كل خير. والآية الأخرى
وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، ولكن البر من اتقى. فالبر كلمة واسعة، ولهذا حينما نقول بر الوالدين فمعنى كل أنواع المحبوبات والمستلذات التي فيها إدخال سرور على الأب وعلى الأم، وفيها خدمة وفيها نفع، سواء مالية سواء بدنية سواء ألفاظ سواء كلمات سواء أي شيء. فالبر كلمة واسعة، فحين نقول بر الوالدين ليس مقصود على المال أو الصلة المالية أو على الكلام الطيب وكم من البر، لكن أوسع من ذلك. كل ما تقدمه لوالديك من محبوب وملذوذ ومريح لهما فهو من البر، ما بين كبير وصغير وما بين دقيق وجليل. ولهذا برهما عظيم. ومن شوفوا إخواني، من أهم ما ينبغي أن تعلمونه أن طاعتك لوالديك أو برك لوالديك ليس مقايضة، ليس في مقابل. بمعنى قد بعض الآباء يكون حازم، يكون قاسي، يكون شديد. مهما كان قاسيا ومهما كان شديدا ومهما كان غليظا ومهما شعرت منه أنه يعني عنده شدة، حقه محفوظ. فلا تقول أنا يعني والدي شديد علي وأنا ما أقدم شيء، لا. فبره ليس له مقابل، وليس مقابل. كما أن طاعة ولي الأمر، طاعة ولي الأمر إخواني ليست مقابلة. حق ولي الأمر لا تقول لا ما أعطاني حق إني لا أطيعه، لا. طاعة ولي الأمر مطلقة طبعا في المعروف، طبعا إنما طاعة. لكن لا تقول لا إنه ما دام ما أعطاني راتب ولا أنا لا أطيع، لا. طاعة ولي الأمر ليست مقايضة، إنما طاعة لازمة، سواء أعطاك حقك أو لم يعطك حقه. وهذه هي توجيهات ديننا، إنما أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. لماذا؟ لأن بطاعة ولي الأمر تستقيم الأمور ويحصل الأمن والاستقرار. أما لو كانت مقايضة، أعطاني أطيعه، ما أعطاني لا أطيعه، تكون فوضى تماما. وغالبا لو صد ظلم من ولي الأمر فغالبا ما يكون على كل الناس، على فئة، قد يكون من القريبين منه، أو قد يكون من فئة يتجاوز، أو قد يكون من غني تجاوز، أو من إنسان، لكن ما يكون الناس، لأن 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 وجود السلطان يحفظ الأمن ويجعل الناس يعني يعيشون في 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 يؤدون معاشهم ويؤدون أسواقهم وينامون في ليلهم وينطلقون في معاشهم وتسير المراكب والأسفار يؤدون أعمالهم. بينما لو اضطرب الأمن أو اختل أو ضعف السلطان، ضعف الدولة تماما. فإذا ليست طاعة مقايضة ولا مقابلة، لا، طاعته، لأن بطاعته وبقوته يسود الأمن، والناس يؤدون يعيشون معاشهم وتجاراتهم وأسفارهم وتنقلاتهم ويقفون عليهم بيوتهم وينامون ويستيقظون ويؤدون أعمالهم في تعليمهم، في دراستهم، في تجارتهم، في دكاكينهم، في مزارعهم. فلو كان كل يقول أن ما أداني حقي أنا لا أطيعه، لصارت فوضى. كذلك الحال بس في الوالدين، الله عز وجل يقول في الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك في علم فلا تطعهما. ثم قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. ما في أعظم من أن أباك يدعوك الكفر والشرك، ومع هذا حقه محفوظ. فإذا كان قسى عليك أبوك أو أمك، أو كان عنده شيء من الغلظة أو عنده شيء من الشدة، هذه لا شك أنه يعني ما كان ينبغي،
لكن هذه لا تسقط حقه. المقصود أن بر الوالدين عظيم ولا ولا وليس مقايضة ولا مقابلة. ومعلوم طبعا أن أبدا يعني لا يكاد يعني يظن أن أبا أو أما لا تحب أولادهم أبدا، لكنه أحيانا بيختلف طريقة التربية وطريقة التعامل، أو يرى أن الحزمة أو أن القسوة أو أن الشدة هي التي يعني تربي أو كذا، لكنه لا يمكن أن يكون ألا يحب ولده. ولكن كما قلنا يختلف الآباء والأمهات في 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 طريقة التعامل. فالمقصود أن حفظه محفوظ، أن حقه محفوظ. بر الوالدين من أعظم الحقوق، بل هو من بل هو أول الحقوق بعد في حقوق المخلوقين. ثم أي قال بر الوالدين، قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله. معلوم الجهاد في سبيل الله طبعا، ولهذا بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. ولهذا الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إنني أجاهد، قال أحي والداه؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. ولهذا الفقهاء يقولون الإنسان لا يجاهد إلا بإذن والديه، فإن أذن له هذه. لكن طبعا في طبعا الجهاد فرض كفاية ليس فرض عين، أما لو كان فرض عين في لو كان في حال عين هذه لا، كما لو كان دهم العدو البلد أو كان هو حضر المعركة، في صور ذكر الفقهاء أنها يكون فيها في تلك الساعة الجهاد فرض عين على من تعين عليه. المقصود أنه قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله ذروة سلام الإسلام، وهو لا شك طبعا أنه هو عنوان عز الأمة، وإذا تركت الأمة الجهاد ذلت، وهذا يعني أمر ظاهر، إذا ترك الجهاد ذلت. ولهذا من مظاهر الضعف أحيانا هو فعلا أنها لا تجاهد، وإن كان هذا طبعا لا يعني يعني ينبغي أن يعني أن تقدر الظروف والأوقات. ولا شك والعلماء ذكروا أنه يعني في حال الضعف أن الإمام يصالح الكفار إلى آخره، في أحكام ليس هذا مكان الحديث عنها، لكن المقصود أن هناك يعني تناسبا بين قوة الأمة في جهادها وضعفها حينما يضعف جهادها. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. هذه الكلمة عجيبة، ووقف عندها العلماء والفقهاء ووقوف عجيب من عدة أمور. أولا في قوله لو استزدته لزادني، أولا هل يحتمل أن قوله لو استزدته من هذه الأشياء، لو قلت له ثم أي أجابني وزادني، ويحتمل لو استزدته في أسئلة أخرى، لو استزدته إما في الدرجات هذه أي الأعمال يحب إلى الله، مثل حينما قال ثم الجهاد في الله، قال يمكن قال لو قلت له ثم أي لا أخبرني، ثم أي هذا احتمال، أو لو استزدته في الأسئلة عن أمور أخرى، أسئلة غير 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 المفاضلة، هذه فائدة. الفائدة الثانية وهي التي وعدناكم بها في كلام على مرة معنا في خبر معاذة، حينما سألت عائشة وقالت لها عائشة أحرورية أنت؟ وقلنا إنه يعني الذي ينبغي لطالب العلم وأن أن 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 لا يسأل إلا عن للعلم، وهذا من أدب طالب العلم، والكلام هذا هو لطلبة العلم ولا سيما المبتدئون، من أعظم ما يفتح الله به على طالب العلم المبتدئ أن نرزقه الأدب، ولا سيما أدب مع الشيوخ. ومن أعظم مظاهر الأدب ملاحظة احترام الشيخ
وتقديره وحفظ منزلته والسؤال، طريقة السؤال وباعث السؤال وكيفية السؤال. كيف؟ أولا لا ينبغي أن تثقل على الشيخ بالسؤال أبدا. أولا لا تسأل إلا من علم، بمعنى طلب علم. قلنا من الأدب السؤال. أما لو سألت وأنت في باطنك تريد أن تكتشف علم الشيخ أو تريد أن تصنف الشيخ أو تريد أن تقارن بين الشيوخ وتكون هذا شغلك الشاغل وهذا الذي يدور في رأسك، هذا من الخذلان، ومثل هذا غالبا لا يفتح الله عليه. قد يكون عنده ذكاء، قد يكون عنده تحصيل، لكنه إذا كان يحمل هذه الروح غالبا وإن حصل علما لا يوفق، لابد يظهر عليه انحراف وإن كان فيما بعد، إما يظهر عليه غرور أو يظهر عليه وقوع في انحرافات، سواء انحرافات عقدية، انحرافات سلوكية، انحرافات من نسأل الله السلامة مناهج. لكن إذا وفق الله العبد واجتهد اجتهادا صادقا في لزوم الأدب ولا سيما مع الشيوخ ومع العلماء في حفظ مقامهم وتقديرهم والتلقي عنهم، معلوم أن العلماء والشيوخ ليسوا درجة واحدة، فيهم العالم المتمكن والمتين وفيهم الأقل، وهذا طبيعي، لا يمكن يكون درجة واحدة. بعضهم تتعلم من علمه، بعضهم تتعلم من سلوكه، وبعضهم تتربى عليه، وبعضهم تتعلم من أدبه، وبعضهم من زهده وصلاحه، فليس في درجة واحدة. فأنت فعلا تأخذ من العالم ما وهبه الله عز وجل من سمته، من أدبه، من عمق علمه، من فقهه، من اهتمامه بالحديث، اهتمامه بالفقه، هل اهتمامه بالنحو العربي، واهتمامه بالسيرة النبوية وبالتفسير علوم القرآن، وهذا اهتمامه بسمته وأدبه ولطفه. وهذا يا إخواني، وين هنا أقول كلمة في الأدب، إذا أردت يعني وأخذوها يعني في ميزان في حياتكم ولا سيما طلبة العلم، إذا أردت أن 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 يعني يعني أن 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 تستفيد الاستفادة التامة سواء من الشيوخ أو من زملائك، فانظر لسلوكهم. بمعنى ما يعجبك من سلوك في العالم أو في زميلك فالتزمه، سواء في أدبه، في حرصه، في ديانته، في حسن ألفاظه، في أنت أكيد كلنا نقابل زملاء نعجب بهم، فهذا الجزء الذي أعجبت به تمثله والتزمه. تجد صفات سيئة أو أخلاقيات سيئة وفعلا ولا تعجبك من زملك أو من شيخك، فهذه تجنبها. ولهذا بعض الناس يشتغل يعني نعم أن تنقد فلان وقد يكون نقدك صحيحا، لكن هل نقدت نفسك؟ هل هذا الخلق الذي فيه هل عندك أو لا؟ وهذا يا إخواني ميزان دقيق. فما يعجبك من خلق حسن في زميلك أو في شيخك التزمه، وما تراه من خلق لا يعجبك أو سلوك لا تستحسنه ابتعد عنه. ولو أنك اجتهدت في التزام هذا لرأيت الخير الكثير، لأن من السهولة نقد الناس، تنقد الشيخ وتنقد التلميذ وتنقد الزميل سهل، لكن ليس هذا مطلوب. أنت هل هذا الخلق الذي نقدته في زميلك أو في شيخك هل هو فيك أو لا؟ هل اجتنبته أو لا؟ المقصود أن 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 قول ابن سعود رضي الله عنه لو استزدته لزادني، بمعنى أنه تأدب
وما أراد أن يثقل على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وقف. وهذا الذي ينبغي إخواني في طلب العلم، حتى لو رأيت الشيخ يتدفق علما وكله فوائد، لا تثقل عليه. ما يقوله سجله مثلا، لكن إذا سألت أنت اسأل أسئلة محددة، سؤال سؤالين أو ثلاثة ولا تزد. فهذا من 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 أهم يعني ما ينبغي أن يتمثله طالب العلم، ولا سيما المبتدئ. وإن كان كلنا نحتاج إلى هذا، لكن مهما كان المبتدئ هو الذي يحتاج. لماذا؟ لأن المبتدئ غالبا إذا 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 إذا, إذا, إذا عرف شيئا ظن أنه قد بلغ. طالب العلم في السنة الأولى والسنة الثانية في تحصيله مع الشيوخ يكون تفتح، فظن أنه قد حقق كل شيء. العلم بابه طويل، والعلم واسع ولا ينتهي. وكلما زاد الطالب في العلم وجد أنه استصغر نفسه. بل هذا من علامات الخير، أن تستصغر نفسك. يعني مهما كان عندك من علم واستصغر حقيقي، ما هو مجاملة مع الناس تقول أرى ما عندي شيء، وأنت في داخلك شايف نفسك طاووس. هذا مو صحيح، إنه حقيقة فعلا استصغر نفسك حقيقة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال في البشرية كلها وما أوتيتم علم إلا قليلا. كل علوم البشرية من آدم إلى أن يقوم إلى أن تقوم الساعة باكتشافاتها واختراعاتها وعلومها ومصنفاتها وكتبها التي تمر الأرفف وتسجيلاتها، كلها المجموع وما أوتيتم من علم إلا قليلا. فما بالك أنت وأنت واحد فرد من مليارات البشر. إذا لا، يعني ينبغي فعلا تكون حقيقة تعرف مقام نفسك، وتعرف أنك مهما بلغت من العلم والتحصيل ومهما أثنى عليك المثنون فأنت لم تحصل شيئا. فما بالك إذا كان إذا أمام شيخك؟ ينبغي أن تكون أكثر تواضعا. ولهذا قال رضي الله عنه: ولو استزدته لزادني. وإنما وقف، سأل ثلاثة أسئلة وقف، لما قال الصلاة ثم بر الوالدين ثم الجهاد وقف، ما زاد. ولو استزاد لزاده، مما يدل على ما ينبغي من أن يكون عليه طالب العلم، ومن الأدب ومن السمت ومن عدم الإثقال المشايخ. وأهم شيء، أهم شيء، لا تشتغل في التصنيف، تصنيف المشايخ، ولا تسأل من باب الاختبار. ترى هذا خذلان، ومع الأسف أن هذا يحصل في بعض طلبة العلم، ولا سيما اللي فيهم نجابة وفيهم فهم أحيانا وذكاء، يعني يغرهم ذكاؤهم وتغرهم نجابتهم، فتجده يسأل ليختبر الشيخ. هذا لأن أكثر يا أخواني ما يضر الإنسان أعمال القلوب. أعمال القلوب هذه مقتلة إذا لم يعني يتفحص نفسه الطالب العلم في قلبه، في نيته، في صدقه، في حبه، في تواضعه. كل هذه أخواني أعمال قلوب. الرياء والكبر والنفاق والخيلاء والعجاب والعجب كلها قلبية. فلا تحكم على أحد بالرياء ولا بالنفاق، لأن بينه وبين ربه وأنت. فأعمال القلوب هي التي احذرها. فالمقصود أن تتواضع، وأن لا تسأل المشايخ من باب الفحص أو باب التصنيف أو الشيخ أو إيش ميوله الفقهية والعلمية والمذهبية والمنهجية. هذا من الخذلان. أنت عليك بخاصة نفسك، وعليك بمراقبة ربك، وعليك بصلاح النية حتى يفتح الله عليك. أما إذا دخلت في هذه الأمور غالبا وين ظهر لك أو وين يعني حصلت علوما ظاهرية في المحفوظات أو في الاستنباطات، لكن هذا لا يكفي. المهم ما, 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 ما الذي وقر في قلبك، هذا هو الذي يقودك لصلاح الدنيا وصلاح الآخرة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.